الله الرحمن الرحيم. طبعا المنتجات العضوية هي منتجات تتميز بتكلفتها من استخدام المنتجات وتسميد الكيل العضوية، هي منتجات صحية. نحن في دولة الإمارات حاليا عندنا 27 مزرعة عضوية تنتج حوالي 62 صنف من الخضروات وكذلك بعض أنواع المنتجات الغذائية الأخرى منها العسل. مساحة الزراعة العضوية عندنا في دولة الإمارات 1000 هكتار، وهذا يعني يقارب 10 مليون متر مربع.